مساء الخير عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه صاحي من النوم حالا مالا فعلا. وحشتني فشخولة. النهارده عامل لكم حلقة يوتيوب نار 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 نار. انا قلبي قايد نار. بص انا هفهمك بعد ما الانترو ينزل. في خلال ما الانترو يشتغل كده انزل اعمل سبسكرايب وانزل اعمل لايك وايه وفي اخر الفيديو كده بقى لو عجبك تعمل شير بقى في كل حتة كده. عايزين بقى نصيط الدنيا ماشي. يلا نزل الانترو. يلا نخش مع بعضينا على الفيديو الاولاني. يا حد يا بلات السكندر انت مجدعيني من كواهد. وبعدين ايه انا اعمل ايه لما اجي اتفرج يعني مش فاهم. اقعد على النت اسمع مسلسل. انا مستني ايه اللي هيحصل؟ مفيش اي رياكت مفيش اي حاجه حصلت. حضراتكم عايزين ايه يعني؟ انتوا بتبصوا لي ليه مش فاهم؟ بص لي كده. سيو سيو اربع حبايا بابا. ده واحد قايل له تعليق بيقول له ما تجرب تكسر الشاشه اللي وراك دي. راجل قابل التحدي وبيخلع الشاشه هو عشان هيدغدغها دلوقتي. يا عم انت بتعمل ايه؟ عم قالك تكسر الشاشه. يا عم خلقلك الشاشه من الحيطه. قالك الشاشه دي اهو ادي الفيشه يا عم عشان خاطر ايه؟ الكهرباء غاليه عندي ماشي. وحطيتها على الارض ومسك البناطيل مقطعها. استحمالي يا ولد استحمالي. ولا انت خفت على الشاشه؟ فقلت لا اقطع بنطلون احسن. الشاشه اكسر الشاشه. انتح ولا ايه؟ من عمر ان شاء الله. ده تقريبا نفس الشخص. في حد بعت لي فيديو من نفس الشخص بيستعرض ملابس. واضح كده ان هو كان بيقطع بناطيل من شويه ودلوقتي معاه ملابس. يبقى اكيد كان فاتح محل ملابس. صباح الفل. هو من بورسعيد يعني يوم اقرب يعني. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ لا ده كده مريض نفسي. ده مش حاجه طبيعيه اللي هو يجيب كل حاجه يقعد يقطع فيها. هي ده يا اما الحاجه كتير عنده يا اما هو صباح الفل. في ايه انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ ده واضح كده ان هو فيديو مش مصري. الناس شكلها كده ايه يعني شكلها حلو. ايه انا بحب الكلام الفاسخ اللي بتقوله ده؟ شوف بقى شكلها قصه مثيره للجدل. هو ايه حط يعني الازازه؟ عارف انت الفكره القديمه فشخ دي تمام. هو جاب ازازه حط فيها حبايه مش عارف دي حبايه سكن ولا حبايه ايه يعني الله اعلم. فحطها هنا تمام وقال له كده بقى ايه ديت ظبطوا الخط. انت بتبص من بعيد كده عارفه ان هم حطوا حبايه المسكن في الازاز تمام. فهي شافتهم كده راحت رايحه لهم عامل لهم كده. ايه الكلام؟ كلام على ايه؟ هنا بقى تيتا وقعت ما تعرفش بقى وقعت ليه يعني. هي حطت الازازه كده على بقها وما شربتش. بص حطيتها على بقها ما شربتش يعني الميه تحت على ما شربتش تقريبا كده. ما كانتش عندها صداع فهي مش عايزه تاخد ايه تاخد الحبايه. وقعت ليه بقى مش عارف يعني. صدقني انا لو اعرف اقول لك انا ذات نفسي مش عارف. فهي وقعت يعني مش فاهم بس يلا كويس تمام. وبعدين فرحانين بقى ماشيين وفرحانين. ايه قتلنا تيتا؟ قتلناها بايه؟ قتلناها ببخار الميه اللي جواها حبايه الصداع فالله يرحمها. تيتا شبح. تيتا جت من وراهم كده قالت لهم ايه ده انتوا فاكرين ان انتوا موتوني؟ مسكت الميه خلاص من غير ما ترجع في وشك. اللي هي اصلا ما شربتهاش فاهم؟ ما تفتش مره واحده. لا ده مرتين. جبت المايه دي كلها منين يا تيتا؟ انت كنت مخزناها جوه ولا ايه؟ يا قليل الادب. افهم من الفيديو ده يا جماعه ان تيتا شبح. لا تستهون بتيتا حتى لو شربتها حبوب ترامادول. احب اقول لكل شخص شيل مني شيل اكتر يمكن يطلع لك عدل. عارف انت لو شلت اكتر ممكن يطلع لك عدلات. ممكن بقى لو انت شايل مني بقى في وشك عشان يطلع هنا مجنص وهنا مجنص كويس ويطلع لي هنا ترابيس ويطلع لي هنا خلالات ويطلع لي هنا العب على رجبه وكتف. طب ليه؟ ما احنا ممكن يطلع لنا عضلات دلوقتي.
اهو. شيل اكتر ولا اعمل ايه دلوقتي؟ ما انا عايز اطلع على ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ صوتك عالي ليه؟ انت صوتك عالي ليه؟ عايز افهم انا. ايه ده؟ ايه البنطلون ده؟ ده تحفه، ده بنطلون تحفه. انت عيل بيضان والله بيضان. يلا يا تحفه، البنت دي تحفه قوي. يا ربنا يا رب خدني بقى يا رب، وريحني بقى من الكوكب ابن الوسخه ده. انت لما تشوف واحدة بالشارع لابسة بنطلون تحفة تروح انت مسكة من ايديها تقول يلا تحفة، لا تمشي معاك هي مبسوطة اللي انت بتقول لها تحفة. يا عم ده مش بالح طريش، ده بالح الجبل نفسه. مبسوطة انا تحفة. ايوه انا تقرا بينا فلكم يا وسخين. دي طريقة شقط جديدة غير الطريقة التانية بقى اللي انت صورها بالارقام. Seriously what the fuck are you doing؟ حبيبي قمر على ريق النوم وانت قمر والباقي نجوم. حبيبي قمر على ريق النوم وانت قمر والباقي نجوم. ان 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 بخس عليك يا بابلو، في ايه؟ شفت تمساح؟ والله يا استاذ وان انا اتزولت مش خسيت، فاهم؟ انا اتزولت، اديتني وشك اتخضيت واتزولت. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في حاجة حصلت، واحد ماشي في الشارع فلقى واحد وواحدة واقفين، فراح ايه من كرم اخلاقها اديت له ازازه الميه تقول له ايه اشرب، انت شكلك كده هترجع علينا. اشرب طبيعيه 100% جمال، ما يجرش الميه بسولاني وشغلاني ومتداش اصلي. فهو مشي فرحان، يرجع لك بالذاكره بقى فلاش باك ان هي كانت بتشرب من ازازه. نايس. ما طبيعي، ما دي ازازتها. يعني انت عملت نفسك بتكح عشان تشرب من الميه اللي هي بتشرب منها؟ يعني انت عايز ايه؟ ما تفهمني حضرتك عايز ايه؟ يعني عطشان نشتري لك ازازتين حضرتك؟ ثلاثه. طب انت عايز ايه حضرتك؟ ايه ليه؟ ما انا مش فاهم، يعني فهمني. انا اللي ركب المركب. شبه لا يعني الواحد ما بيحتجش على الشكل، ولكن يعني هو كده شكله امه، يعني كله كآبه، واخد بالك؟ عامل زي الخنزير بطريقه الكلام. شاب شبح جدا، تمام؟ معاه واحد صاحبه شبح جدا برضه، الاثنين عاملين فيديو شبحانه جدا في الشارع. لا ثانية واحدة، شكله مش واحد صاحبه، شكله واحدة صاحبته. أنا حاسس إن هي واحد صاحبه والله، بس مطول شعره وحاطط روج، الله أعلم يعني. الله أمين كانوا أحلى، تلعبوا صديق من الدشاش. الله أمين كانوا أحلى، تلعبوا صديق من الدشاش. الكمبيوتر كفر والكيبورد شخر، ارحموا ديك أم الكيبورد. إيه اللي حصل ده؟ كنتوا بترقصوا يعني شبحانة؟ يا واحة إيه دي؟ إيه دي؟ وانت يا عم اللي قلعت النضارة ما ترد علينا؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه اللي تقلب وسخة وشرمطة؟ انت طالع تعمل تيك توك على اغنية تقول هو قال له ايه بقى؟ قال له لا ده انت كده مش عبيط، كده مش عبيط للدرجه اصلا. لا الاغنيه في ليفل عبط، عليه تعمل ايه؟ تعمل كده. اللي انت بتعمله ده غلط، انت بتستعبط غلط. ما انا اقول لك على حاجه، انت ممكن تجيب بطتين وتعمل كده باك 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 باك. دي كده كان الفيديوهات اللي معانا النهارده. طبعا يا جماعه انا مش قصدي اي اهانه لاصحاب الفيديوهات، اصحاب الفيديوهات اللي هنا وعلى راسي. مال بشكركم جدا ان انتوا استحملتوني الفتره دي يعني، وضحكنا كتير في الفيديوهات الحلوه دي. عليا الطلاق كده. طيب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس اللي تحت دوت، او بقى ندوس سبسكرايب تلاقي زرار الجرس ظهر فعله، ماشي؟ واعمل بقى شير في كل حته بقى، فيسبوك وانستجرام ويوتيوب. بص عايزك ايه؟ توري الفيديو للناس كلها. عايزين الفيديوهات بتاعتكم اللي انتوا هتبعتوها لي باذن الله يطلع في الفيديو الجاي. لو عامل فيديوهات تاني رياكت ابعتوا لي الفيديو اللي انتوا عايزينه على الانستجرام بتاعي، هتلاقوا اللينك تحت، ماشي؟ خشوا ابعتوا لي الانستجرام، هرد عليكم طبعا وهاخد منكم الفيديو وهعمل عليه رياكت باذن الله في الفيديو اللي جاي. ويا اهم حاجه ما تنسوهاش، انا بحبكم فشخ كلها. سلام.